محمود زعزع اخصائي الاشي الجزائي. حدثكم من داخل مدينه المحاصره بجانب اخر مشاكل مدنيه في مدينه حلب. المحاصره القصف ما وقف ولا دقيقه عن حلب. كنا متأمنين انه كان في هدنه واطلاق النار كم من ساعه. رجعت القصف التدمير تكمل، قصف في كافه انواع الاسلحه، رجمات، دبابات، قذائف. عم نسمع هلا من القصف ما يوقف. نحن عم نخشى بكل لحظة وكل ثانية يدخل نظام ويرتكب مجازر جماعية وإعلانات ميدانية. ناشد الكل، أي حدا بيحسن يتدخل مهما كان صغير أو كبير، شخص مدني، جمعية، دولة، جمعيات إنسانية، يدخلوا فقط لوقف إطلاق النار. مطلبنا هو فقط وقف إطلاق النار، وقف القتل. أتوقع هو مو مطلب كبير.